ومن الكلام الحسن ما قالها الشيخ عبد الرزاق حفيظ رحمه الله وسمعته منه، يقول شيخ الإسلام يأتي إلى جدار الباطل كالموج فيسقطه جميعا دفعة واحدة. فعلا تنظر تشوف أنه سقط لكن تعرف من وين بدأ من وين انتهى، يبغى لك تركز. وأما ابن القيم يقول فيأخذ جدار الباطل حجرا حجرا فيكسره لك، وهذا واقع. ومثل ما وصف الشيخ فإنك تجد ما أجمله شيخ الإسلام ردود أو ما استطرد فيه وجاءك جميعا كالموج هادرا، تجد أن ابن القيم يفقطها لك. فإذا جمعت بين هذا وهذا أخذت بقوة كلام شيخ الإسلام وبحسن عرض ابن القيم رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرفع منزلتهما في الجنة، وأن يجعلهما مع الأنبياء والصديقين، وأن يجزيهما عن أهل التوحيد خير الجزاء، وقد أبليا بلاء حسنا عظيما رحمهما الله تعالى. وابن القيم حسنة من حسنات شيخ الإسلام، ولولا الله جل وعلا ثم شيخ الإسلام ما راح ابن القيم وما جاء، مثل ما ذكر عن نفسه في النونية، لما ذكر حالته لما كان في النونية في فصل ذكر فيه وضع أول وكونه كان متصوف وكان لا يفهم الحق، حتى قال حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولسان رحمهم الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.